في هذه الرسمة نشوف حرمة بدوية ولابسة لبسها الأصيل ومكحلة عيونها اللي طالع جمالها وسط برقعها اللي كله ذهب، وهذا يعكس ثراء واستقرار حالتها المادية. ونشوف على يمينها نخلة اللي تشبه أطباع السعوديين وترمز للثبات والعلو والكرم وتحمل المصاعب. ونشوف في هذه اللوحة الفنية الحرمة وهي ماسكة بيدها ماعز اللي يرمز للمقومات الاقتصادية المختلفة مثل الغذاء والصوف، والشال اللي قمتها قطعة ذهبية في المنتصف، والبرقع المذهب. وحضور المرأة في الرسمة يعكس علو مكانتها وأثرها على المجتمع قديماً، ويمتد هذا الشرف إلى يومنا هذا في قطاعات اقتصادية عديدة ومختلفة. وتمكنت الفنانة من استحضار ألوان الأزياء التقليدية من المرأة البدوية الأصيلة، وأبدعت في رسمة العين وتفاصيلها، وكأنها تشوفكم وين ما رحتوا.